بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني ثانوي المقررات في هذا الدرس، وهذا الدرس إن شاء الله يكون بعنوان أنواع القراءة السريعة. أنواع القراءة السريعة. قبل أن نبدأ هذا الدرس لابد أن نتعرف على أمرين مهمين جدا. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول أن القراءة هي تكوين المعنى من نصوص مكتوبة. هذا أول أمر، تكون معنى من نص مكتوب أمامك أو مكتوب أمامك في الكتاب أو في أي مجال أنت تقرأ فيه. الأمر الثاني أن القراءة مهما كان نوعها لابد أن تكون لها هدف معين. أي قراءة لها هدف معين. فإذا كانت قراءة جهرية أو صامتة أو قراءة سريعة أو بطيئة أو متأنية أو أي نوع من أنواع القراءة لها هدف معين. ما هو الهدف؟ هو فهم المعنى المقروء. تعالوا بنا الآن نذكر أنواع القراءة السريعة. في خلال هذا الدرس سوف نتعرف على أنواع القراءة السريعة. هذا أول شيء، تعرف أنواع القراءة السريعة وأهدافها واستراتيجياتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد أن تستنتج تعريف لكل نوع من أنواع القراءة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما هي الأشياء التي تحدد سرعتك في القراءة؟ واضح يا شباب؟ واضح المعلومة هذه؟ وسوف نتحدث عن أول نوع من أنواع القراءة السريعة. أول نوع هي قراءة التمشيط. ما هي قراءة التمشيط يا شباب؟ قراءة التمشيط لها هدف معين ولها مصادرها ولها استراتيجيتها وطريقة في الكتابة في القراءة. أول شيء قراءة التمشيط أو هدف من أهدافها البحث عن معلومة معينة. أنت تقرأ في كتاب، إذا تريد أن تبحث عن معلومة معينة مطلوبة منك تحدد هذه المعلومة أو تحدد معنى مفردة معينة أو تعريف مصطلح معين أو رقم معين في الشيء الذي تقرأه. ما هي مصادرها؟ مصادرها كثيرة جدا، منها أو من أهمها المعاجم، المعاجم اللغوية، الموسوعات، الأدلة والبراهين، كذلك أيضا الكتب والصحف. وهذين المصدرين قليل جدا فيها أقل من ذلك الكتب والصحف. ما استراتيجياتها أو طريقة البحث فيها أو تحديد المعلومة أو المفردة أو التعريف أو المصطلح؟ أول شيء إذا كان من المعاجم معجم بتبحث في الحرف الأول من الكلمة حسب نوع المعجم. إذا كان نوع المعجم يبدأ من الحرف الأول ثم الحرف الثاني ثم ثالث ثم أو الثالث، بتبدأ تفتح المعجم على الحرف الأول من الكلمة التي تريد البحث عنها. كذلك أيضا من استراتيجيات هذه قراءة التمشيط هي البحث عن العنوان أو الموضوع الذي تريد أن تتعرف عليه. هذا النوع الأول قراءة التمشيط. إذا قراءة التمشيط هدفها هي البحث عن معلومة معينة أو مفردة معينة أو تعريف معين. النوع الثاني هي قراءة التصفح. قراءة التصفح أنت تقرأ في كتاب أو صحيفة أو مجلة معينة، تقرأ قراءة التصفح. كيف تكون قراءة التصفح؟ من عن طريق أخذ انطباع عام، تتعرف على الموضوعات العامة بصورة موجزة للكتاب الذي تقرأه أو الشيء الذي تقرأه. وأيضا من أهدافها هو اقتناء هذا الكتاب، تشتري هذا الكتاب ويكون عندك في البيت في بيتك. أيضا من أهدافها إبداء رأي سريع، طلب منك تبدأ رأي سريع في الكتاب الذي تقرأه أو في النص الذي تقرأه. فيكون الهدف من قراءة التصفح إبداء الرأي السريع. هذه قراءة التصفح أيضا من أهدافها التمهيد القراءة المركزة. كيف أقرأ قراءة التصفح؟ ما هي الاستراتيجية؟
استراتيجية قراءة التصفح اللي هي أخذ انطباع عام أو معرفة الموضوع نفسه عن طريق قراءة الفهارس. تأتي الفهرس كده ثم تبدأ تتعرف على الموضوعات التي توجد في هذا الفهرس أو في هذا الكتاب الذي تقرأه، أو عن طريق قراءة مطالع فقرات المقدمة. لكل كتاب مقدمة، تقرأ المقدمة. هذه المقدمة هي عبارة عن معلومات موجزة للكتاب أو للشيء الذي تقرأه. من ضمن أيضا استراتيجية قراءة التصفح فحص الأشكال والرسوم. في بعض الكتب كثيرة جدا تجد فيها بعض الأشكال والرسوم، قد تكون هذه الأشكال والرسوم في بداية الكتاب، فهي عبارة عن شيء موجز للموضوعات الموجودة في الكتاب، أو عن طريق قراءة مطالع الفصول المهمة. يعني في بعض الكتب تتكون من مجموعة من الفصول أو الوحدات، في بداية كل وحدة أو كل فصل من هذا الكتاب تكون فيها مطلع معين بيوضح لك الأهداف وموضوعات هذا الفصل، فأنت بتقرأ مطلع هذا الفصل أو هذه الوحدة. قراءة الأهداف والملخصات معينة في الفصول إن وجدت هذه المعلومة. إذا هذه قراءة التصفح، إذا قراءة التصفح هي أخذ انطباع عام لاتناء هذا الكتاب. النوع الثالث هي قراءة الانتقاء. الانتقاء معناه الاختيار، تحديد الشيء، تنتقي شيء معين، انتقاء هذا الشيء المعين. من الكتاب ذو موضوعات محددة، طلب منك موضوع معين لتبدأ في البحث عن هذا الموضوع في الكتب ذات الموضوعات المتعددة فيها، أو في صحيفة الصحف. هناك بعض طبعا الصحف فيها موضوعات كثيرة جدا، فأنت تريد أن تبحث عن شيء معين فيها. المجلات، المجلات أيضا من ضمن الأشياء اللي فيها موضوعات متعددة، بتنتقي وتختار الموضوع الذي تريد أن تقرأه منها. ما استراتيجية قراءة الانتقاء؟ قراءة الانتقاء هدفها التصفح وانتقاء واختيار المعلومة أو الموضوع الذي تريد أن تقرأ فيه. وهذا الانتقاء بيكون حسب ثلاث أمور، حسب جودة المطالع. أنا بختار موضوع معين، قد تكون المقدمة أو مطلع هذا الموضوع شدني وبالتالي أبدأ أقرأ في هذا الموضوع، أو تكون بحسب الأهمية، أهمية الموضوع الذي تقرأ فيه، وبالتالي بتقرأ قراءة انتقائية، أو بحسب الكاتب. طبعا كلنا نسمع مجموعة من الكتاب، كل كاتب له أسلوبه الخاص، وكل كاتب له طريقته في عرض المعلومة. قد تكون أسلوب هذا الكاتب في الكتابة أو أسلوب عرضه بيشد القارئ حتى يقرأ ما يكتب هذا الكاتب. النوع الرابع من أنواع القراءة السريعة هي قراءة النصوص الوظيفية. قراءة النصوص الوظيفية. النصوص الوظيفية من عنوانها كذا، النصوص الوظيفية هي تختص ب، وعندما تكون في وظيفة معينة أو موظف في مكان معين، بتتلقى وأنت في هذا في هذه الوظيفة وهذا العمل بعض الأشياء لابد أن تقرأها في هذه الأشياء. قد تكون مثلا بعض الرسائل، تقارير، بعض العروض التسويقية، بعض المعاملات، بعض الدعوات، مقترحات معينة وأنت في مجالك وفي وظيفتك وفي عملك. فهذه قراءة النصوص الوظيفية هدفها أداء واجبات العمل. هذه وظيفة عملك تحتم عليك هذا الأمر، تحقيق منفعة معينة، تحقيق منفعة معينة. يعني تحقق مثلا رسالة شكوى معينة، بتقرأ هذه الرسالة في الشكوى حتى تحقق أو تحل هذه الشكوى إذا كان في استطاعتك في مجالك الوظيفي وفي أدائك العلمي. أيضا منها المحافظة على العلاقات الاجتماعية بين الناس،
فعندما تتلقى بعض الرسائل او التقارير وتبدا او بعض العروض التسويقيه والمعاملات وكذلك ايضا الدعوات والمقترحات، فانت في هذا الامر بتحافظ على العلاقات الاجتماعيه في مجالك الوظيفي. استراتيجيتها، استراتيجيه هذه قراءه النصوص الوظيفيه تعتمد على القفز الى المحتوى المهم. جاءتك رسالة معينة، إذا أنت هذه الرسالة معروف إن أنت بتحدث فيها أشياء مهمة فيها، تبدأ التعامل مع هذه الأشياء المهمة. وأنت في قراءة النصوص الوظيفية أيضا شباب لابد أن تحدد إجابة لبعض الأسئلة في النصوص الوظيفية. في وظيفة عملك لابد أن تحاول أن تجيب عن مجموعة من الأسئلة وأنت تقرأ الأشياء التي تتلقاها وتأتي إليك. من هذه الأسئلة سؤال بيبدأ بمن؟ من صاحب هذه الرسالة التي جاءتك؟ من صاحب هذا التقرير؟ ما هي العروض والمعاملات؟ ماذا تحتوي هذه الرسالة؟ متى؟ الزمان؟ أين المكان هذه الرسالة؟ ولماذا؟ وذكر السبب. النوع الأخير القراءة على الإنترنت. طبعاً قراءة الإنترنت هدفها البحث عن معلومة عن طريق وسائل الاتصال وهي الإنترنت، ولابد أن كقارئ تجيد استخدام الحاسب الآلي، لابد أن تكون لديك معرفة بكيفية عمل الإنترنت، لابد أن تكون أيضاً تستطيع أن تحكم على مصداقية المعلومات التي تتلقاها من خلال التأكد من إذن الموقع بنقل المعلومة. هذا النهج الأول أو الهدف الأول. الهدف الثاني شباب أن تتعرف على تعريف كل نوع من أنواع القراءة السريعة. فقراءة التنشيط من خلال شرحنا أيضا هي قراءة للبحث عن معلومة معينة ومحددة. القراءة الانتقائية انتقاء القارئ للموضوع بحسب المطلع أو الكاتب أو الأهمية. قراءة التصفح هي تقليب صفحات الكتاب سريعا للتعرف على الفكرة العامة والرئيسية للكتاب. قراءة النصوص الوظيفية هي قراءة لأداء عمل معين أو وظيفة معينة. القراءة على الإنترنت البحث عن معلومة من خلال متصفح الإنترنت. أخيرا عندنا محددات سرعة القراءة. محددات سرعة القراءة. تعال مع بعض نلاحظ هذا الشكل. من خلال هذا الشكل بنحدد سرعتك في القراءة. هل سرعة بطيئة؟ هل أنت قراءتك بطيئة أم سريعة؟ من خلال درجة أهمية المعنى أو المعلومات، كانت معلومات مهمة فأنت لابد أن تركز قراءة متأنية. أما إذا كانت معلومات غير مهمة المعنى فأنت تقرأ قراءة سريعة. ثاني شيء عمق المعنى والمعلومات. معلوماتك عميقة فلابد أن تقرأ قراءة متأنية، وإذا كانت معلوماتك في معناها غير مهم فتقرأ قراءة سريعة. حجم المعنى أو المعلومات، كانت معلومات النص كثيرة فأنت تقرأ قراءة متأنية، أما إذا كانت معلومات النص ومعانيها قليلة فتقرأ قراءة سريعة. رابعا درجة صعوبة المعنى. صعوبة المعلومات ومعاني هذه المعلومات تحدد أيضا سرعتك في القراءة. فممكن تكون صعوبة القراءة أو المعلومات أو المعنى بسبب سوء التنظيم، ركانة الأسلوب والافتقار إلى ثقافة النص. أخيرا من محددات السرعة هي الزمن المتاح للقراءة. فإذا كان لديك زمن قليل للقراءة فأنت بتقرأ قراءة سريعة. أما إذا كانت هناك الزمن المحدد لك للقراءة زمن طويل فأنت بتقرأ قراءة متأنية. واضح يا شباب؟ هذه بسميها محددات سرعة القراءة. إذن نلخص هذا الدرس أن أنت ذكرنا فيها أنواع القراءة السريعة الواحد. ثاني شيء أعطينا تعريف لكل نوع من هذه الأنواع. وأخيرا تحددنا سرعة القراءة، ما الأشياء التي تحدد سرعة القراءة. وإن شاء الله شكرا لكم على استماعكم ونلتقي بإذن الله في موضوع آخر.